13 نقطة، وإنما أفضل فريق بوردو بفارق الأهداف كورتيوف المدرب، وفوقه ابنه المدرب يوان كورتيوف اللاعب. هكذا إذن يوان كورتيوف في دكة الاحتياط بالنسبة لفريق ران. نذكر أن كريستيان كورتيوف كان يدرب المنتخب الجزائري، يلعب بأربعة أربعة واحد واحد بوردو في الخمس مباريات ابتداء من ديسمبر ويناير. بدل الكروي بالنسبة لفريق ران، تعود الكرة من جديد في هذه المباراة. عدة لاعبين ممتازين في دكة ران أو فريق مانشستر يونايتد جرت العادة منذ فترة، واللاعبين الفرنسيين يعني بالإضافة إلى أناس، أناس اللاعب الجزائري ممتاز رائع جدا، اللاعب يحمل رقم 17 كلياقة بدنية وقوة. دفاع فريق ران يبعد هذه الكرة وتعود الكربة مرمى لمصلحة فريق ران. هذا هو الناس على صورة، أربع مرات، آخر مرة في 2013 وست مرات يصل لن... إذن كنت أتحدث على في كذلك فريق مارسيليا بطبيعة الحال، وصل وخسر أمام البارما وما أجنبية بالنسبة لران. إيراسموس من جنوب إفريقيا، بيدرو أنريكي من البرازيل، وجات موناس كذلك مثلا المدرب السابق لفريق أوسير. أوسير فريق غير يعني ليس له إمكانيات على الإطلاق. وهذه محاولة من الناس، تمريرة ذهبية، تمرير لم يستغلها اللاعب. شوف كيف كانت جميلة، يرفعها بشكل جيد والرأسية لم يلمسها كما ينبغي اللاعب، وتضيع هكذا فرصة للاعب. إذن رولان الأوروغوياني، أمطار غزيكي، يبقى يبحث كروزيسكي ديفرين بوردو. حذاري عنده إمكانات جيدة في اتجاه اللاعب أوناس. أوناس ممتاز، أوناس أوناس يحتفظ بالكرة ويرفع كورته، يا سلام. أوناس ماذا فعل رولان؟ الحكم يعلم. شوف 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 تحركاته كم هي جميلة. التماس، كرة ملعوبة، الحكم يقول ما في ولا شيء، وضربة مرمى لمصلحة فريق ران. تحذير الكرة بالخطأ. وأناس، وأناس إمكانات جيدة، تحرك جميل، تبادل كروي جميل وانطلاقة من هناك. دائما الكرة عند عناصر فريق بوردو. والناس يتلقى البطاقة الصفراء، آدم والناس احتج أمام الحكم وهذا لا ينفع. آدم والناس طورة، مناز يحتفظ بالكرة والتمريرة من هناك جميلة ولكن لم تصل هذه الكرة. التحرك أفضل واللعب الجماعي يعني رقعة. شوف كيف توسيع أداء اللعب بدلا من البقاء والاحتفاظ بالكرات القصيرة في مساحة صغيرة. كرته لم تمر، تبقى دائما عن فريق دو. التبادل، مناز، مناز نتابع وإياكم هذه الكرة الثابتة. والناس يستعد، كرة مرفوعة بشكل جيد. كذلك في 2014-2015 ران يتعادل مع بوردو هدف لهدف، وبوردو يفوز على ملعبه ب2-1. وقبلها بثلاث سنوات كذلك 2013 ران يتعادل
ببوردو 2-2 ويخسر على ملعبه. فوز لفريق ران، آخر فوز لفريق ران كان في الجولة 19 يوم 21 ديسمبر 2011 في آخر جولة. الكرة ملعوبة وينتقل الدفاع. آخر فوز منذ فترة طويلة، منذ 2011، يعني منذ 2011 ران لم يفوز على بوردو، ران لم يفوز على بوردو منذ 2011. آخر انتصار كان يوم 21/12/2011 ب1-0. والانطلاقة عن طريق هذا اللاعب، والناس